نيجي بقى للي بنتشطر فيه احنا. في مثل مصري فلاحي يقول لك اتشطر يا خليفة عن النعجة الضعيفة. النعجة هي أنثى الخروف. اتشطر يا خليفة عن النعجة الضعيفة. عمك عمرو أديب اتشطر عن نعجة رئيس الوزارة. عندنا بقى مثقفين يزيطوا كده في حاجات ملهاش أي علاقة بأي حاجة، يعني مش هتفيد ولا تضر. من الحاجات اللي بنعملها برضو في مصر النهاردة إن احنا بنحاول نربط لك الأحداث ببعضها ونكشف أساليب النظام في تدمير أدمغة وإلهاء المصريين عن مشاكلهم الحقيقية. احنا هنا في البرنامج ده طلعنا من 5 أيام واتكلمنا عن حملات بلاها سمك بلاها فراخ بلاها لحمة، وقلنا ان دي وسيلة لإلهاء الشعب عن المسؤول الحقيقي لإلغاء الأسعار، وانه الراجل عشان يشغلك عن القضايا المهمة يوقع الناس وبعضها، يوقعوا الناس في تجار السمك، يوقعوا الناس في تجار اللحمة، وهي كلها كلام في شنك يعني. طب معلش الكلام ده قلناه يوم 26 ابريل، اسمع إن وده بقى اللي انا جاي احذركم منه، انه يوقع فئات الشعب المصري في بعضه. حضرات السادة، عباس كامل ده اللي انت شايفه فضل من مقدم لحد لواء في اداره المخابرات العسكريه، كل شغلته الديرتي وورك، الاعمال القذره دي افكاره ان الشعب يقع في بعضه. فاحنا لما نضرب في بعض، انت تضرب في التاجر والشعب يمسك في التجار، والتجار يقول لك وانا مالي، دي الازمه مش عندي، شوف المستوردين وما لاقيش المستوردين، ويفضل الجميع كده في خناقات وشد وجذب وبنضرب بعض. وانت بتضرب اخوك ده التاجر، ناسي بقى ان التاجر ده مؤسسه وطنيه، محل بيدفع ضرائب وسجل وعنده عمال وعنده ضرائب وفاتح بيت، خلاص انت ناسيه بقى، فماسك في خناقه وعمال تكيل له وهو يكيل لك، وبتعمل نحيلها على واحد وهم كده اسمه مستورد. السيسي بقى قاعد فوق هو عباس كامل مبسوطين جدا، الناس بتضرب في بعض. اه والله الناس، بص فرقات بيضربوا ببعض، لكن احنا مالناش دعوه، ما حدش جاب سيرتنا. الكلام ده انا قلته يوم 26 ابريل، النهارده 30 ابريل صح؟ يعني 4 5 ايام. ايه ما رايك على راي اخواننا في مدينه المنيا ان النهارده في خبر ان الراجل اللي عمل حمله بلاها سمك قعد مع تجار السمك في بورسعيد، فالتجار قالوا له والله العظيم ما احنا المشكله مش فينا احنا، انهم نزلوا السمك لدرجه انهم بيبيعوه بالسعر اللي بيجي لهم. قالوا لهم المشكله انه السمك قليل في قلة المعروض. النهاردة الخبر ده دور عليه، دور على الخبر ده لقيته، لو لقيته هتلاقيه قدامك دلوقتي. انا كان قدامي الخبر والله، قعدوا مع تجار السمك، فتجار السمك قالوا لهم والله العظيم ما احنا مالنا، احنا ناس يا جماعة بيجي لنا السمك بنبيعه بناخد هامش ربح، ده حق ربنا، لكن احنا مالناش دعوة بالقصة اصلا. وكان قاعد معاهم اللي عمل الحملة بلاها سمك، خلاص عشان ده اللي قلت لكم عليه من 26 ابريل، ان دي لعبه فاضيه لعبه فارغه، بس الشعب بتاعنا بيجي في الهيفا. قال له علمني الهيفا يابا، قال له تعال في الفارغه وتصدر رسمي. عبال ما يجيب، بس هو عمال يدور دلوقتي، انا لو قعدت دلوقتي ادور لك هجيب لك الخبر ده، بس انت ايه يعني النهارده مش في الفورم، واضح انك انت كنت احتياطي وانا نزلت التشكيل. الغريبه بقى اننا رصدنا شوية قنابل دخان وإلهاء للشعب كتير قوي اليومين اللي فاتوا دول. عندك مثلا القنبلة بتاعت التافه الهايف، بتاعت إن سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا يوسف، يعني أصلا اللي مذكورين في القرآن دول مفيش أي دلائل في الآثار على إن الشخصيات دي كانت موجودة. واللي طلع بالقصة دي الكابتن زاهي حواس، طلع يقول انه مع مصطفى بكري مفيش حاجه في علم الاثار ولا في الحفريات بتقول انه كان في واحد اسمه ابراهيم او في واحد اسمه موسى او في واحد اسمه عيسى، او الحاجات دي كلها مش موجوده. وان اسرائيل بتهاجمني عشان بقول الاراء دي. ادي زي حواس، العب بيه. لا يمكن بني ادم مهما جاء يقول لنا مين هو فرعون خروج اطلاقا، كلها تهيؤات من عند الاجانب والمصريين.
نعم. لان احنا ما عندناش دليل اطلاقا لهذا الموضوع. لا يوجد في الاثار. احنا بعض الناس قالك بقى في منظر موجود في بني حسن في مقبره غنم حطت ب 37 اسيوي رئيسهم اسمه ابشع، بيقول احتمال ابشع يبقى سيدنا ابراهيم، مش متاكدين. نعم. بالنسبه لقصه سيدنا يوسف عندنا قصه بتتشابه مع القصه. نعم. من ايام الملك زوفر 7 سنوات عقاف الميه بكيش، كلم ام حطب قال له قول لي اعمل ايه، قال له قدم قرابين للالهه اللي بتتحكم في منابع النيل، لكن راح ينام جاله خنوم. نعم. قال له انا المسؤول عن منابع النيل، قدم له قرابين الميه كده. هل دي خاصه سيدنا يوسف؟ لا، عندنا دليل. نعم. طب سيدنا موسى؟ لا يوجد هناك كلمه ولا برديه، كل ما قيل على كلامهم الكذب. نعم. والنصب والاحتيال. نعم. من وجود برديات تتحدث عن بني اسرائيل في مصر، كل ده ليس له اساس للصحه الفقه. على فكرة مش أول مرة الكلام ده يتقال، الكلام ده موجود في كلام كتير من الأثريين، مش أول مرة يقولوا ما كانش فيه شخصية اسمها إبراهيم أو شخصية اسمها موسى أو إلى آخره يعني، أو يوسف أو كده، عليهم السلام جميعا يعني. والكلام ده اتقال واتناقش كتير جدا، إنما إحنا نشوف الدنيا فاضية فنطلع الكلام ده. طبعا موجود في التوراة وفي القرآن، الأسماء دي ورد ذكرها في التوراة وفي القرآن، وطبعا احنا عارفين ان الدنيا فاضية والناس مفتحة عينها. وانا الحقيقة بلغني فيما بلغني يا جماعة، يا جماعة الخير، بلغني ان السيسي دلوقتي بيستعدوا عشان يصيف، هو داخل دلوقتي على مرحلة الصيف، بيقعد فيها 60 يوم برة، ده مش برة يعني على البحر. فبلغني انه المعمورة بدأوا يبيضوا والرصيف والشوارع بتتغسل بالمية، والحقيقة المعمورة يعني شغالين في النظافة دلوقتي، فواضح انه بيستعدوا للخديوي عبد الفتاح السيسي، انه يعني واضح ان في سلات للصيف بقى، فبنجهز المفروشات، الدنيا فالدنيا بقت فاضية، فنزيطها بايه بقى؟ بالكلام ده بتاع زي حواس اللي بيطلع يعمل فرقعة كده. فاللجان اشتغلت وتم تضخيم الموضوع جدا في وسائل الاعلام باعتبار ان ده نفي لصريح القرآن والتوراة، فتراجع حواس وطلع قال انه مسلم وانه موحد بالله وانه ما قصدش حاجة من الكلام ده. اسمع. اولا انا مسلم واؤمن بما كتب في القرآن الكريم وايضا في الكتب السامية الاخرى، ان سيدنا ابراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى جم مصر والخروج تم في مصر. لكن انا بقول ان في الاثار المصرية لا يوجد اي ذكر لانبياء الله. ليه؟ لأن المصر القديم الملك عشان يبقى إله كان لازم يبني مقبرة لنفسه ومعابد عشان يتعبد فيها للإلهة ولنفسه، ويهزم أعداء مصر ويقدم قرابين للإلهة ويوحد مصر العليا والسفلى. هذا هو البرنامج. نبي داخل مقبرة أو معبد. وطلع سعد الهلالي يبرر كلام حواس ويحاول يشوف له مخرج. بقالنا كتير ما سمعناش سعد الهلالي، الراجل ده فين؟ ده واحد من اللي بيلمعوا مؤخرات النظام، فين هو؟ راح طالع النهاردة يقول الكلام ده. شفت المتهم هو من كتب عن الدكتور زاهي حواس وليس عن قول الدكتور زاهي حواس. الذي كتب كتب بقناعته وبفهمه، فجعل العبارة ملبسة وتؤدي إلى فتنة ممكن في الدين، وتؤدي إلى دلالة على عدم دقة العبارة. على سبيل المثال، هو أنا شفت الفيديوهات واستمعت إليها جيدا، وزي ما سبق تفضلت قبل الفاصل أنه بيقول أنا بتكلم من ناحية الآثار والحفريات والأوراق البردية والثبوتيات الفرعونية، لا يوجد أي ذكر لاسم نبي أو لدخول سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم مصر أو خروج سيدنا موسى من مصر. هو صادق فيما يقول، لكن عدم الدقة في الآتي. إن المكتوب بيقول إيه؟ المكتوب ده غير اللي قاله، هو نفسه اللي قال ان احنا ما شفناش في الحفريات ولا شفنا في الاثار غير 30%، فلسه مجهول 70%. وارد يبقى في نقوش اخرى، وارد اخرى بعد اتمام 100% من الحفريات، ده على مدى بقى 100 السنين اللي جايه. اذا حسم القضيه. ومفيش مانع يطلع طبعا خالد منتصر يزيط في الزيطه ويقول لك ايوه ما فلان كان معايا وقال وزيطه بقى زيطة يا بيه. والسؤال، هل قضيتنا دلوقتي إذا كانت الآثار جابت سيرة سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى ولا لأ؟ هو أنتوا سايبين من في القصور وشطار على من في القبور؟ طب يا عم ما تزعلش قوي، مفيش موسى وإبراهيم، مفيش الحاجات دي خالص، أوكي؟ فين الحاكم بقى؟
يعني فين الحاكم؟ ما خلصت الليلة. معلش يا جماعة، معلش، زي بقى احنا ناس مجانين وبنؤمن بيهم، ومش موضوعنا. موضوعنا فين بقى؟ فين القروض؟ فين السلف؟ فين المحطات اللي بتتباع؟ فين الدولة اللي بتتباع؟ فين رأس الحكمة؟ ما تلاقيهمش يقيسوا كده في رأس الحكمة خالص. إنما تلاقي خالد منتصر يتشطر على النعجة الضعيفة، تلاقي إبراهيم عيسى ينبح ويهوهو على المواضيع دي. يا عمي خلاص المواضيع دي خلصت، معلش، شوية ناس مجانين، يهود مسلمين مسيحيين مؤمنين بالقصص دي، انساهم. لا إيمانهم هيأثر فيك ولا كفرهم هيأثر عليك، خلاص مش مشكلتنا دي. مشكلتنا الحاكم اللي قاعد ده، اللي بيقول لك مفيش كلية آداب، وإيه تعمل إيه كلية تجارة، وإيه تعمل إيه، وروح وبرمجه و100,000 دولار، وفضيحتنا وصلت للبي بي سي، فضيحته ده ما بتتكلموش معاه خالص خالص، ده ما تعرفوش تجيبوا سيرته خالص نهائي. برضو سيبك من أدي قنبلة وخلاص اتفرقعت في الهواء، نروح على قنبلة تانية. منع إيران لمسلسل الحشاشين، ألم النظام طلع هاص للها بقى خش، وعندنا مسلسل عمل مشكلة لإيران والمسلسل وزيطة بقى عشان ينسيك. ولأن أهم وسائل الإلهاء هي الكرة بقى والفن، فإحنا نضخم أي مشكلة بسيطة، مجموعة لعيبة الأهلي والزمالك يحتفلوا مثلا، نشتغل عليهم كله. وبقالنا يومين بقى فيديو ميدو شايف أن محمد عبد المنعم غير منضبط أخلاقيا، شوبير يعلق على احتفال مصطفى شلبي قدام فريق دريمز الغاني. والله يا ميدو اوعى انت تتكلم في الحكايه دي خالص، لان انت ايام ما كنت بتلعب في اياكس الهولندي الجرايد الهولنديه جابتك وانت بالكاس ومع حسنوات من هولندا، فبلاش انت خالص في القصه دي ميدو، ابعد انت عن الموضوع ده خالص. فضايحك كانوا بينشروها وانت في اياكس، انا شفت الجرايد دي بعيني وانت قاعد في البابز او البارات وجنبك حسنوات وعمال تسكر بالليل، والمدرب بتاع الزمالك ده اللي هو كان في مدرب فرنساوي كده درب الزمالك كان بيسكر كتير، كنت بتسكر انت وهو سوا، وفضايحك كانت ماليه مصر. فبقى حكايه بقى، وبعدين سيبك من كل ده، انت اللاعب التاريخي في تاريخ الكره القدم المصريه اللي كان هيضرب المدرب بتاعه كابتن حسن شحاته، فبلاش انت يا ميد الله يخليك. يعني فكرة غير منضبط أخلاقيا ويعرض على طبيب نفسي، ابعد انت عنها خالص، ده انت اللي بتلبسه، ده انت تتحجز بيه قسما بالله، اللي بتطلع بتلبسه يا ميدو لازم تتحجز في حتة، فبلاش دي. كابتن شوبير بقى هو التاني ما سابش الزمالك، فيعلق على طريقة احتفال مصطفى شلبي المثير قدام دريمز. كابتن شوبيري على مصطفى شلبي المثير امام دريمز الغاني، عمل ايه؟ عمل حاجات، وانا ما شفتش الماتش اصلا، لما شفت ماتش الاهلي ولا شفت ماتش الزمالك، بس عمل حاجات بقى زي ما انتم شايفين كده، عمل ايه؟ الله الله عالم. بس اي الهاء ندخل الناس كده في عجينه، والاهلي والزمالك والحاجات. اما كان الفن بقى، فالاستاذه اللي انا ما اعرفش اشتغلت ايه، ميار الببلاوي، قسم بالله انا ما اعرف هي بتشتغل ايه اصلا، اللي فجأة اكتشفنا انها متجوزة 11 واحد، فهو في شيخ تهمها بالزنا وشهرة بقى. اتفضل اتفضل. توصل لحد شرفي وعرضي، شرفي وعرضي وشرف ابني، شيخ يطلع يقول ان انا زانية، حسبي الله ونعم الوكيل. انا الست اللي معايا مش هستخدم الفقه البكارة. مين دي؟ وليه تهمها الراجل في عرضها؟ انما هو فبقى بص بقى، من اول ما فيش سيدنا ابراهيم خالص في الموضوع، مرورا بكابتن شوبير على احتفال مصطفى الشلبي، وكابتن ميدو بانه بتاع الاهلي ده محمد عبد المنعم يتعرض على طبيب خاص، ومرورا بكل القصص بعرض الاستاذه، عزيزي المواطن انت الحقيقه لا بتتابع ببلاوي ولا حواس ولا عبد المنعم ولا مصطفى شلبي، افتكر بس جمله واحده بس، يا ترى هتعرف تكمل الشهر بتاعك؟ يا ترى هتعرف تجيب مصاريف العيال منين؟ وايه اللي عليا يعني في ان انا يعني هتقطع امتى الكهرباء؟ الدور عليا امتى في قطع الكهرباء؟ وامتى هتخلص الكهرباء؟ وايه اللي مستنيك تاني بعد الكوارث والاستمرار في القروض والبيع بالعمولات والحاجات دي؟ عزيزي المواطن ابعد دماغك عن الحاجات دي خالص،
خش شوف الحشاشين لما يتمنع، ميار البيبلاوة بتبكي، حالة منهم عمل ايه، ميدو بيقول ايه، لعبت زمانك احتفلوا ازاي، انت بتوع السمك، انت بص اتشقلب في الحاجات دي عشان تبعد خالص ويغمى عليك وتبقى في حتة تانية.